السلام عليكم. النهارده هنحاول نعمل لينك للي حصل قبل كده واللي حصل النهارده. ايه اللي حصل قبل كده وايه اللي حصل النهارده؟ ايه اللي حصل قبل كده؟ حضراتكم عارفين ان احنا بنتكلم على تصدير غاز مصري واسرائيلي لاوروبا عبر محطات الاساله المصريه. بيخرج النهارده ارقام جديده وكل شويه بيظهر لك معلومات جديده في هذا يعني الملف الكبير جدا اللي بيحتاج حلقات وحلقات من التغطيه. النهارده ان شاء الله بنقدم لحضراتكم فيديو مهم حول ما حدث وما سيحدث او ما يحدث النهارده. اللي حصل قبل كده زي بقول لك هو الاتفاق بين مصر والاتحاد الاوروبي، وطبعا بوجود اسرائيل لتصدير الغاز المصري لاسرائيل لاوروبا عبر المحطات المصريه. اللي بيحصل النهارده هو اتفاق جديد بين مصر وسوريا ولبنان، او مصر الاردن سوريا ولبنان، لتصدير غاز مصري للبنان. النهارده لازم نوضح لحضراتكم ان في تغير حصل في هذا الموضوع. ايه التغير؟ انت كنت خلال الفتره الماضيه بتسمعش عن اي شيء في هذا الاطار. النهارده بعد اتمام الاتفاق مع اوروبا اكيد حصل شيء او حدث شيء اعطي لك ضوء اخضر في تنفيذ او في المضي قدما في الاتفاق المعلق من سنتين، واحنا بنتكلم عن موضوع تصدير الغاز المصري للبنان. والنهارده بالارقام هقول لك معلومات مهمه نحاول مع بعض نركز فيها. لبنان دوله بتعاني من عجز صارخ في الكهرباء. لو وضعت لك بالارقام محطه بنها لتصدير او لانتاج الكهرباء في مصر، دي محطه بتنتج 750 ميجا وات ساعه. تخيل ان لبنان كلها بتنتج كهرباء قد ايه؟ حوالي 450 ميجا وات ساعه كهرباء. لبنان كان عندها خطه طموحه للوصول ل 700 ميجا وات ساعه كهرباء من سنتين، ولكن او في عام 2021 تحديدا، ولكن الخطه فشلت لسبب او لاخر. الخطه فشلت لانه المفروض ان مصر كانت هتدعم لبنان في هذا القطاع. اللي بيحصل زي بقول لحضرتك، دوله يعني عندها عجز صارخ في الكهرباء بيصل الكهرباء لمواطنيها 4 ساعات فقط في اليوم، وفي دول اخرى بتحاول انها او بترغب في منع وصول الاتفاق لحيز التنفيذ ومنع وصول الغاز المصري للبنان لتشغيل محطه كهرباء دير عمار اللبنانيه، اللي المفروض انها هتضخ كم كهرباء بيعادل كم الكهرباء اللي موجود في لبنان حاليا. يعني انت النهارده بضخك الغاز المفروض فيها هتضخ حوالي 650 مليون متر مكعب غاز في السنه للبنان. الضخ ده هيولد 450 ميجا وات ساعه، نفس كم الكهرباء اللي بيولد في لبنان. فضخك للغاز على لبنان هيضاعف من انتاج الكهرباء اللبناني. اتمنى يكون التصور واصل لحضراتكم. وده معناه انه الاتفاق لما اجري او تم تنفيذ الاتفاق الاول بين مصر واسرائيل والاتحاد الاوروبي، حصل نوع من الضوء الاخضر لمصر لتنفيذ الاتفاق الثاني اللي فيه طبعا سيزر اكت او قانون العقوبات الامريكيه اللي بيمنع مرور اي شيء من هذا القبيل من الاراضي السوريه. خد بالك، تنفيذ الاتفاق بيقتضي انك هتصدر الغاز ده عبر خط انابيب اسمه خط انابيب الغاز العربي. خط الانابيب ده المفروض انه انشئ في حوالي عام 2000 او بدايته 2004 وانشئ على مراحل. هو بيتكون من 4 مراحل. الخط بيبدا من مصر المرحله الاولى من العريش حتى مدينه العقبه الاردنيه، ودي بتتخطى حوالي 200 كيلومتر، ثم من العقبه يتجه لشمال الاردن، ثم من شمال الاردن بيعبر الحدود نحو الحدود السوريه حوالي 30 كيلومتر، ثم يتجه من جنوب سوريا لشمال سوريا على الحدود مع تركيا او جنوب الحدود مع تركيا، ثم يتجه غربا نحو لبنان. الفكره ان انا بتكلم طبعا على كانت الطموحات والخطط انه يرتبط بخط انابيب اخر في تركيا للتسهير يعني تصدير الغاز العربي لاوروبا عبر تركيا، خطه وفشلت. كمان كان بيقتضي لينك مع غاز العراق عشان يصدر وفشل. كل دي اشياء فشلت بسبب فتره الفوضى. حضراتكم عارفين الفتره دي كبدت مش بس مصر، كل الدول العربيه خسائر فادحه في ثرواتها. انا بتكلم على خط معطل من 2004 حضرات، لان الخط ده انشئ على مراحل، فيه في 2004 المرحله الاولى، في 2005 فيه، في 2007 وفيه، في 2008، وكلها كانت اموال باهظه انفقت على انشاء هذا الخط وتوقف بسبب اعمال ارتكبت مع هذا الخط وتفجيرات حضراتكم عارفينها كانت بتحصل دايما في شمال سيناء. الاتفاق كان بالاساس او الخط بالاساس معمول لتصدير الغاز المصري للاردن، وكان زي بقول لك سنه 2004. تم مد خط انابيب من هذا الخط الى ميناء عسقلان في اسرائيل، ايضا لربط حقول الغاز الاسرائيليه بهذا الخط وتصدير الغاز الاسرائيلي لاسالته في محطات الاساله المصريه واعاده تصديره لاوروبا بقيمه مضافه. وطبعا حضراتكم عارفين ان في اتفاق تم في بدايه ودخل حيز التنفيذ في بدايه عام 2020 لتصدير غاز اسرائيل لمصر. بنتكلم في اتفاق كان مدته حوالي اكتر من 10 سنين، بيتكلم في حوالي 15 مليار دولار. فاحنا هنا امام يعني وضع كبير جدا، لازم نضع ان احنا في منطقه وان انت دوله اصبحت النهارده هب. فكره ان انا لازم اوضح لحضرتك ان موضوع لبنان ده يعتبر كان تحدي ضخم جدا.
واكيد لا يجب ان نستبعد انه بموافقه مصر على فكره تصدير الغاز لاوروبا حصل ضوء اخضر لهذا الموضوع. وطبعا الناس كانت معترضه على فكره انت ازاي تتعاون مع اسرائيل في اشياء لا يعلن عنها ولكن بيكون وراها يعني اهداف اخرى بعيده المدى يعني لا تصل للناس بشكل مباشر. عايز اقول لك انه بدا يفصح ايضا او يكشف النقاب عن اخبار تصدير الغاز المصري لاوروبا. حضراتكم عارفين ان احنا دخلنا قصه نجاح في هذا القطاع من 2018، بدات تحقق الاكتفاء الذاتي ثم بدات تصدر. قبل 2018 انت كنت مستورد. قصه النجاح الثانيه في عام 2021 مع دخول محطه اساله غاز دمياط للعمل في بدايه هذا العام 2021 فبراير 2021 ودخولها واول شحنه تتصدر من محطه اساله دمياط كانت في مارس 2021. قصه النجاح بتبدا من انشاء منتدى غاز شرق المتوسط في كريت لما كان هناك اجتماع ضم مصر وقبرص واليونان وفكره انشاء المنتدى في 2018 ثم التنفيذ وتوقيع الاتفاق في 2021 او 2020 ودخول طبعا بنتكلم على سبتمبر ودخول الاتفاق حيز تنفيذ في مارس الماضي او مارس 2021. طبعا نجاحات متتاليه في هذا القطاع، القطاع اللي المفروض انه انت دوله بتعتمد على غازك بشكل كبير جدا، انت دولة بتستهلك محطاتك هنا محطات الكهرباء في مصر تستهلك حوالي 60% او 60% من الغاز المحلي بينتج به كهرباء في مصر عشان تعرف ان انت معتمد قد ايه على هذا الغاز. قصة النجاح ايضا بتتكلم على غاز لما بدأت تحقق الاكتفاء الذاتي انت بدأت تنتج حوالي 66 مليار متر مكعب غاز سنة، ده رقم انت استهلكت منه في 2021 او 2020 كنت بتستهلك منه حوالي ما يقترب من 62 مليار متر مكعب غاز سنة، يعني بيفيض لحضرتك ما يقترب من 4 مليار متر مكعب غاز سنة في وقتها. قصة النجاح بتقتضي ان احنا نقول ان وصل الرقم ده النهاردة لحوالي 6.5 مليون طن طوال العام الماضي وداخل في 7.5 مليون طن هذا العام تصدير، لكن نضع في اعتبارنا ايضا انه في دول انت بتستورد منها الغاز عشان تسيله وتعيد تصديره. قصة النجاح بتقولك انه لما يجي منتدى يتعمل ويضم عدد من الدول وتنضم ليه دول مش موجودة في المنطقة زي فرنسا وزي ايطاليا وتوجد ايضا الولايات المتحدة الامريكية بشكل مراقب، فانت بتتكلم على قصة نجاح كبيرة مركزها والهاب بتاعها هو القاهرة. وبالتالي انا بتكلم على جديد الاتفاق. وزير البترول المصري طارق الملا اعلن انه الاتفاق الجديد بين مصر والاتحاد الاوروبي بيقتضي انه مصر هتصدر حوالي 500 مليون ادم مكعب غاز يوم عبر محطتها لاوروبا. خد بالك ال 500 مليون ادم مكعب دول في وقت الصيف، اما في فصل الشتاء بيزيد هذا الكم ليصل لحوالي مليار ادم مكعب غاز يوم. طبعا ده رقم كبير جدا. قدرة محطات الغاز المصرية اللي هي ادكو دمياط تقدر انها تصدر حوالي 12 مليون طن غاز سنة، قدرة كبيرة جدا لمحطات الاسالة المصرية. وزي ما بقول لك محطة دمياط لما دخلت الخدمة زودت القدرة دي بنسبة حوالي 123% وحصل فارق كبير جدا بعد دخول المحطة وعملها في مصر العام الماضي. عايز اقول لك انه الاتفاق ايضا بين مصر و يعني الاتحاد الاوروبي بمشاركه اسرائيل، الاتفاق اللي كان موجود فيه مفوضه الطاقه والمناخ في الاتحاد الاوروبي وبمشاركه ايضا اورسلا فوندر لاين الست اللي هي المفوضه الخاصه بالطاقه والمناخ في الاتحاد الاوروبي، اشادت بشيء يعتبر غامض للمصريين، اشادت بحاجه مهمه جدا وهي التكنولوجيا اللي موجوده في حقل زهر وآلية عمل هذا الحقل، يعني ما اتكلمتش على حقول ثانيه ولكن اتكلمت تحديدا على هذا الحقل، اشادت ايضا بالبنيه التحتيه في قطاع الغاز المصري. خد بالك ان حقل زهر ده بيعتبر النهارده اكبر حقل غاز في البحر المتوسط كله. عندك في اسرائيل حقلين معا في احتياطي هذه الحقول، حقل تمر وحقل ليفيثان، الاثنين معا ما يقدروش يجاروا الاحتياط الخاص بحقل زهر. هو بيتكلم في 30 تريليون ادم مكعب غاز احتياطي، هما بيتكلموا الاثنين في حوالي 24.7 تريليون ادم مكعب غاز احتياطي. ولكن في موضوع الغاز لازم نوضح لحضراتكم انه احنا عندنا يعني استخدام كبير جدا بنية تحتية ايضا في هذا القطاع، ولكن عندك استخدام ضخم من الغاز مفروض انه بيقتضي استهلاك كبير جدا محلي على هذا الغاز، لانك بتعتمد زي بقول لك عليه في الكهرباء. عندك حوالي 61 محطة ضخمة من محطات الميجا الكبيرة اللي هي بتستهلك الغاز او بتعتمد على الغاز، ما تستهونش بمحطة بتعتمد على الغاز. لما محطة زي محطة كهرباء العاصمة الادارية بتتخطى حوالي اكتر من 4000 ميجا وات ساعة في انتاجها بتعتمد على الغاز، او محطة البرولوس او المحطة الخاصة ببني سويف بتعتمد على الغاز، فالمحطات دي محطات ضخمة جدا جدا، وده سبب توقف دول كتير عن انتاج الكهرباء. في دول بتعاني من عدم قدرتها على انتاج الكهرباء لعدم وجود يعني ما يدير محطات تشغيل الكهرباء لدى هذه الدول، سواء كانت طاقة حتى متجددة او طاقة غير متجددة
زي الغاز الطبيعي والنفط او البترول. عايز اقول لحضرتك برضو ان احنا لما بنتكلم عن هذا الموضوع، وضع الاتحاد الاوروبي في خطته انه مصر كدوله ودول شرق متوسط تكون بديل للجانب الروسي اللي كان بيعتمد عليه جدا الاتحاد الاوروبي خلال العام الماضي بنسبه حوالي 40% من غاز اوروبا جاي من روسيا، ونسبه اكتر من 60% او 60% من غاز المانيا جاي من روسيا. وبالتالي حصل تداعيات جديده لازم نطلع حضراتكم عليها. قلصت روسيا زي ما حضراتكم عارفين تصدير الغاز لعدد كبير من دول اوروبا، بنتكلم في اكتر من 6 دول. خط نورد ستريم، الخط اللي بيصل بالغاز من روسيا لالمانيا، المفروض ان الخط ده تقلص امداد الغاز فيه اليومي، بنتكلم في حوالي 160 مليون متر غاز يوم كان بيمر في هذا الخط، النهارده بقى يمر حوالي 100 مليون متر غاز في هذا الخط. ده جانب. الجانب الثاني انه شركه جاز بروم العملاق الغاز الروسي بتتكلم على انها صدرت خلال العام الماضي حوالي 185 مليار متر مكعب غاز صادرات روسيه للعالم. تخيل حضرتك انه من ال 185 صادرات الروسيه للعالم حوالي 155 مليار متر مكعب متجهه لدول الاتحاد الاوروبي. طيب تخيل حضرتك انه انا بتكلم على هذا الكم، اكبر المستهلكين للغاز الروسي في العالم نتكلم على دوله زي المانيا ودوله زي ايطاليا وايضا دوله زي تركيا، دي دول مستهلكه جدا للغاز الروسي. وبالتالي لما بنتكلم على هذا التدفق وهذا الغاز الضخم اللي بيمثل يعني عبء كبير جدا على الدول اللي هتقلص من اعتمادها عليه، خاصه مع فكره التوجه نحو يعني تقليص الاعتماد عليه بشكل كبير مع نهايه هذا العقد. طبعا اوروبا بتتجه لتقليص الاعتماد تماما على النفط الروسي في خلال عامين او عام من النهارده، يعني مع نهايه 2023 هتكون اوروبا متوقفه عن استيراد النفط الروسي. يعني بنحاول نوضح لحضراتكم انه الموضوع انت اكيد اصبحت بديل وبديل قوي في هذا القطاع، وده ما حصلش من فراغ. بنيه تحتيه قويه موجوده عندك مكنتك من كده، البنيه التحتيه اللي مكنتك من ان يكون او تكون قادر على انك تعزز الاستفاده من موقعك، وده موقع ربنا اعطاه لك يجب انك تستفيد منه، وبدون البنيه التحتيه ما كنتش هتقدر تستفيد من هذا الموقع، لانه بنيه تحتيه محطات اساله بجوار موانئ تصدر بشكل مباشر للجانب الاوروبي. عايز اقول لك برضو يعني كمعلومه مهمه انه من الكم الروسي اللي صدر اللي هم ال 185 مليار متر مكعب، جزء منهم حوالي 140 مليار متر مكعب قامت روسيا بتصديرها عبر الانابيب، يعني مفاد عن ذلك هو غاز مسال، ولكن الكم الاغلب من الغاز الروسي هو غاز انابيب. بالنسبه لك انت تصديرك بيكون في الاغلب غاز مسال، وده طبعا يعني بيعطي قيمه كبيره لهذا التصدير، خاصه انه لما انت بتحول الغاز بتاع المنطقه لغاز مسال، لان هم ما عندهمش محطات الاساله اللي موجوده عندك، بيكون القيمه دي او الشكل ده لو الدول يعني تصديرها الغاز بيكون عبر خط الانابيب، فهتكون محطات الاساله ملهاش داعي او ملهاش لازمه في هذا الوقت. ولكن المنطقه الحاليه منطقه الشرق الاوسط او المحيطه بيكون عندها فكره انها يعني تصدر الغاز عبر محطات الاساله المصريه لعدم وجود خطوط انابيب تربط بشكل مباشر مع دول الاتحاد الاوروبي. ان شاء الله ربنا يحفظ مصر وكل الدول العربيه. بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.